ست سلمى كمان شاركت بأعمال البيئة الشامية بكذا مسلسل، نحكي كمان عن مشاركتك بباب الحارة بالجزء العاشر. أخذت لسه النص؟ لسه ما أعطيتي أوكي. لا لا، اقترحوا علي. دي سبق رفضت الدور يمكن لدور أم عصام بالأجزاء الأولى لأسباب مادية. وبعدين رجعوا كذا مرة بكتير أدوار، رجعوا قالوا لي إنه اشتغل باب الحركة السابق. ما هل أنت بتوافقي الرأي إنه هالنوع من المسلسلات ومنهم باب الحارة ببعض المطارح شوهت صورة المرأة السورية وبعض العادات والتقاليد الشامية؟ هلا كتير صار، يعني ما الناس اللي برا اللي ما بتعرف، يعني نحن كسوريين بنعرف شو عم ينطرح شو عم ينحكى. يعني انا بعرف من ستي، بعرف من ست ستي، ومدري شو بتحكي لنا القصص. مو هيك، يعني في احترام للمرأة. هي يحضروا حمام ايشاني بيحضروا، هلا عم يحضروا قد الفرق، قد الفرق هذه البيئة شوف الشامية. البيئة الشامية في ثقافة، كان في أحزاب، كان في بنات جامعات، في لبس المودرن اللي بتشوفه مثلا هي بالخمسينات، يعني حتى من بعد 46. يعني هي الشام، هي الشام، هي الشام. مو باب الحارة ولا هدول الأعمال الشامية اللي نحن بنشوفها. الشام هي الشام، الشام اللي عم نشوفها بالقبل، واللي بشوف صور ماما وبشوف الصور اللي كانوا، كيف كان لبسهم، كيف كانوا يطلعوا، كيف كان غير الشيء اللي عم ينحكى. فأخذوا هن برا انه الشامية سوري انه يبعت لك حمى وتجيك بيت الشر، يعني والهي الدعاوي والكلام الشامي والمط بالحكي الشامي. يعني أجزاء هلا صرنا للسنة العاشرة على التوالي، هاي السنة العاشرة ما بعرف هلا إذا بتصير أو لا. النص معك لكن ما أعطيتي أوكي صح؟ لا، لأنه اقترحوا علي دور، طبعا دورين إنه اشتغلون. أنا اخترت إذا بدي اشتغله دور أم شهيد بيستشهد زوجها وابنها. هو شخصية مضافة على اللي كان، شخصية جديدة مانا، وهي ضيفة شرف مانا، يعني شخصية على أساس أنه ممكن بالأجزاء الثانية تكون هي بطولة. يعني حكى عن توقف العمل يمكن السنة، ما حيكون بالموسم الرمضاني 2019 ما بعرف، يعني ما عندي فكرة. أنا بعتولي وأنه بدنا ياكي وأنه ضيفة شرف وبهذا الجزء، يعني بس أنا كشخصية قلت اخترتها انه هي فيها شيء انساني. نعم، بالغت الدراما السورية بالسنوات الماضية بطروحاتها لتناولها لمواضيع قد تحمل جرأة زايدة. هل كنت مع او ضد المغالاة بالجرأة؟ يعني شو هي حدود الادوار الجريئة عندك، خطوط الحمراء؟ انا ما كتير في اعمال اللي قدمتها، يعني قدمت عن المجتمع السوري مثلا الخيانات، هي انا للصبص ما كتير يعني بتلامسني، ما شاركتي يعني بأحد الأعمال أبدا. لا لا، ضدهم، ضد صرخة روح ولا المسلسلات اللي كانت تحكي عن الخيانة الزوجية. قدموا هلا ممكن يكون في قصص بس ما بتتعمم، يعني في قصص بتكون بس ما بتتعمم يعني على المجتمع السوري. في قصص بتصير بس أنا ما بحب تطلع يعني مثل ما بيقول لك انه ما بتحب تنشر غسيلك لوسخ لبرا. يعني معناتها هني قضايا موجوده، هي قضايا موجوده. طيب. انا بس احيانا في شيء بيبقى مبالغ فيه، او في شيء نحن تلفزيون اولادنا بشوفوا. هل الترويج لهيك قصص هو تكريس له؟ يعني انت لحقت من هذا المبدا؟ يعني لا، لقول لك ما، نحن دائما وقت بنقدم شيء سلبي للناس تاخذ الشيء الايجابي منه، مو عم نقدم شيء سلبي لحتى ياخذوا السلبي، ياخذوا العكس منه. هلا بيشوفوا مثلا في شغلات مثلا صرخة روح، يعني ما انا هي، بس هي مو هي الصح، مو هي الصح. يعني ما لازم مو الناس انه هي تقلدها او تعملها، لا، المفروض انه هي تاخذ عبره منها، تتعلم منها. قدمتي الدراما والاجتماعي والتاريخي والكوميدي، ومنها كوميديا الموقف مثل مسلسل الفصول الأربعة اللي لليوم الناس يمكن بتتابعه. نعم، اليوم برأيك هل بنحتاج لنص كوميدي بعيدا عن التهريج والابتذال؟ يعني والله يا ريت. نحن بحاجة لهلا لهيك شيء. هل عندنا كوميديا اليوم؟ هلا ما بتصور، ما بعرف شو في أعمال عم تنعمل هلا بعد مرايا. هاي المرايا اللي العمل الاجتماعي اللي بيطرح من خلاله
مواقف معينة بشكل كوميدي أو بشي بيلامس الناس. نعم. يعني هاي الناس اللي حبتوا مرايا مثلا، مثل كان في عائلتي وأنا، مثل مرسوم عائلي، مثل الشغلات اللي عملتيها المسلسلات حضرتك. نعم. اللي عملناها فيها كوميديا، كوميديا موقف أو كوميديا تعطي شيء، بعيد عن الابتذال وبعيد عن تقدم شيء التهريج. للناس. يعني تكون كوميديا موقف مو تهريج. هلا في شيء بنعمل أي شيء مبالغ فيه الناس ما كتير بتتقبله، دائما بتتقبل الشيء الظريف اللطيف الابتسامة. يعني أكيد ما رح يقعد يضحك ولا يقلب على قفاه. نعم. بتقولي إنه الدراما السورية تعمد على البطولة أو تعتمد على البطولة الجماعية بعيدا عن الدور المحوري، وبتضم أبطال من مختلف الأجيال بعكس مصر يلي يكتب نص خاص للضيف أو للنجم. هل هي حالة صحية هذه الحالة مثلا؟ فينا نقول نركز على بطولة جماعية مو البطولة الفردية المطلقة للشخص. الشيء اللي يميز الدراما السورية انه فعلا بتلاقي عمل درامي في نجوم، ما في يعني فرد. هذا اللي نجح الاعمال السورية، انه بتلاقي مجموعة كبيرة من النجوم موجودين. هلا بعملنا هذا اخر واحد، ناس من وراء حنحكي عنه كمان. حرقتيلي الورق. نعم. بدنا نحكي بدنا نحكي. نعم. فناس من وراء عمل اجتماعي خفيف مع المخرج والفنان زهير، لا وائل رمضان. وائل رمضان عفوا. وأسامة كاشف. نعم. وائل كتير كان لطيف وبالشغل كتير كان رايق، والعمل اللي كان معه كتير ممتع جد. أنا بوجه له تحية وبقول له إن شاء الله يا رب هالعمل ينجح لأنه بيستاهل. عمل حلو ضمن بناء، في جيران وفي ناس وفي بيت للتأجير. فهذا البيت كل مرة بيسكن فيه حدا، من خلال هالجيران شو بصير بعض تفاعل معهم. وهي أنا شخصية أساسية موجودة بالبناية. حلو. اللي هي أحيانا بتدخل بالإضافة إلى علاقتها مع أولادها بالبيت ومع زوجها ومشاكل الشباب اللي عندها. كمان عندي شابين. حلو. هلا في هذا العمل مجموعة كبيرة من النجوم اللي شاركت فيه اجوا بأدوار حلقة، يعني أستاذ دريد لحام، في صباح جزائري، فادي ضيوف شرف، ضيوف شرف سناء دبسي. يعني في مجموعة كبيرة، نورة رحال، وفاء مصلي، يعني في هدى شعراوي، يعني في مجموعة حلو. كبيرة من النجوم اللي شاركوا بهذا العمل. بانتظار هذا العمل أكيد للفنان وائل رمضان. البعض اقترح عليك ست سلمى أنه الدرسي بالمعهد العالي للفنون المسرحية والدربي الممثلين الجدد، وهالشي ما صار اليوم. برأيك ليش ما بيتم استدعاء الفنانين اللي عندهم تجربتك وخبرتك، خلينا نقول، وكتير فنانين لإعطاء الدرس من شخص يعني عند يعني تجربة والخبرة؟ نعم. اللي واحد أخذها الحقيقة ما نعرض علي، و يعني ما انه في كتير يعني اسماء، اسماء يعني من برا، يعني مو دارسين بالمعهد ودرسوا يعني استفادوا من خبرتهم. بحس بقلبك هذه القصة؟ لا هلا الا ما تجي. بلكي سامعين. طبعا انت وقت بتعطي خبرتك للجيل اللي عم يطلع، وانا اكثر وحده مساعده للشباب اللي عم يطلعوا، بيكون معهم بتعامل معهم بكتير اريحيه وكتير محبه، وبنكون مع بعض. ما بحسسهم ابدا انه في فرق بيني وبينهم، بالعكس نحن بنكون اصحاب. واذا عندي ملاحظه ممكن اقولها بيني وبينهم. ايه بيسمعوا منك؟ بيسمعوا. عضو بنقابه الفنانين السوريين من عام 76 ما شاء الله. يعني اليوم كيفك انت والنقابه؟ بتعرف كنت لسه بالمدرسه وقت اخذتها. حلو. قدمتي على النقابه؟ اليوم شروط النقابه صعبه، بيشتكوا منها البعض يعني. ايه لازم هلا يكون خريجين، يعني خريجين او يحملوا شهاده البكالوريا، يعني في لها مواصفات معينه. كيفك انت والنقابه اليوم؟ تمام. انا ما عندي مشكله يعني مع النقابه. بيدعوك الفعاليات تبعهم، تدفعي اشتراكاتك والقصص؟ اكيد بدفعها سنويه. خلص خذوا وما حدا يدق. ايه بالسنه يعني خلص بنزل بدفع كل شيء يعني وبخلص يعني. يعني في مترتب، لكن في كمان واجب من النقابه عم يأدوا كنقابه عم تشوفي؟ بصراحه هلا مقصرين معكم كفنانين؟ هلا انا ما جربت بصراحه يعني انا
هلا مثلا في كتير منهم بالنسبة للصحة، بالنسبة لكذا. أنا أبدا ما استفدت من هاي الشيء، مو لأنه هن مقصرين، أنا ما يعني بقول في ناس بحاجة أكتر إنهم يستفادوا من الضمان الصحي أو من أي مساعدات يعني. ف ولا ما مرة احتجتي رحت ان شاء الله ما بتحتاجي حدا. بالسؤال الاخير بهيدي الفقره، مسلسل الرابوس مسلسل كان له بصمه جديده بعالم الدراما، بصمه من الرعب والتشويق والامراض النفسيه والاشباح. قديش نجح هذا المسلسل؟ هلا يمكن هو هاي مشكلة هاي الأعمال، يا بتنجح يا لا، ما في إنه مرق أو وسط أو شيء، بتخوف يعني، يا الناس بتتابعها يا الناس ما بتشوفها. أنا حسيت إنه مو كل الناس تفاعلت معه للعمل، يعني هذا ما تقبلوا الفكرة الجديدة، ما تقبلوا الفكرة، وإنه هلا بدنا نشوف هيك مناظر أو هي ناس معقدة أو أشكال، ما كتير الناس. شو دفعك على لتشاركي بهذا المسلسل؟ أنا قلت شيء جديد وشخصية جديدة. حبيتي الدور؟ الدور أكيد اشتغلته أنا، بس ما كنت بعرف شو حيكون الفيدباك تبعه. إيه أحيانا بتشتغل شيء وبتبقى أنت خايف، بتلاقي العمل ضرب ونجح. نعم. وأحيانا عمل بتكون كتير متوقع متفائل فيه وإنه بتلاقي إنه ما طلع عادي. صار معك بهذا الشيء بعض الأعمال مثل شو مثلا؟ كنت توقعته كتير. أنا أغلب الأعمال والحمد لله، مو لأنه عم أقول لك يعني ما عم جامل ولا عم أقول لك، بس أغلب الأعمال الحمد لله اللي أنا اشتغلتها كان دائما عندي حاسة سادسة وقت بقرأ العمل، يا أما هذا العمل بحس إنه إيه أو لا. نعم. يعني بصل وبقرأ وبكون هيك بآخر لحظة وبعتذر. نعم. بحس إنه لا، وفي أعمال بقرأها ببقى خايفة وببقى بس بيشتغلها، لأنه نرجع لكل الأعمال اللي أنا عملتها الحمد لله إنه ما في ولا عمل بالنسبة إلي كان يعني منو منيح أو نعم. أكيد مكملين معكم مستمعي صوت الشباب بفقرتنا الأخيرة بالبرنامج.